السلام عليكم. اذا نكمل معكم لا سيري ديكزارسيس اللي عندها علاقه بالدرس ديال لي رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون بالنسبه الاولى باك علوم تجريبيه وعلوم رياضيه. وصلت معكم دابا ليكزارسيس نيميرو 2. اذا على بركه الله لي زيون اف او دو بيس ريدويز لي زيون دو كرومات سي ار 2 او 7 دو موان او ميليو اسيد بور فورمي لي زيون دو كروم سي ار 3 بلس اي لي زيون فير 3 يعني Fe3 plus. Première question, quels sont les deux couples oxydants réducteurs mis en jeu? Donc, on a deux couples, donc on a un diamant oxydant, on a un réducteur, on a slash. Donc, on a la phrase, les ions Fe2 plus réduisent les ions de chromate Cr2O7 d'Oma. Yani, Cr2O7 d'Oma, quand on a la réduction. ويعني الا كان كتوقع لي لا ريديكسيون غيكون هذا ايتان اوكسيدون، لان دائما لوكسيدون دونك لوكسيدون سو ريدوي، وكنعرفوا ايضا بان لو ريدكتور سوكسيد، بما انه كتوقع لي لا ريديكسيون دونك هذا ايتان اوكسيدون، دونك عرفنا اوكسيدون، دونك اوكسيدون ديما نبدا به هو الاول، عندي سلاش وعندي لو ريدكتور اللي هو سي ار 3 بليس، دونك عرفت بان هذا ايتان اوكسيدون، دونك لا رياكسيون ديما كتكون بين اوكسيدون وبين ريدكتور، دونك اف او 2 بليس راه يكون ايتان ريدكتور، دونك غيكون هنا بالنسبه ل FO3 plus راه يكون ايتان اوكسيدون، دونك في هذه الحالة عندي هنا FE2 plus. La deuxième question, écrire les demi-équations d'oxydoréduction des deux couples. Donc, نكتبوا أول حاجة، نبدأ مثلا بهذا الكوبل الأولى، دونك عندي CR2 هذا ايتان اوكسيدون، دونك غيكون حدا ديزالكترون لأنه كاب ديزالكترون، دونك غنخلي واحد الفراغ هنايا، دونك عندي هنايا CR3 plus هذا ايتان ريدكتور. دونك اول حاجه خصني نقاد لي زاتوم، دونك هنا عندي ان اتوم دو كروم، هنا عندي دو زاتوم دو كروم، دونك في هذه الحاله خصني ندير هنا دو، من بعد غندوز لوكسيجين ولا الهيدروجين، دونك لا شلنا لوكسيجين هنا عندي 7 او اتوم دوكسيجين 7 او، دونك في هذه الحاله باش كنقاد لوكسيجين هنا كنزيد اش دوزو، دونك شحال خصني نزيد من اش دوزو؟ خصني نزيد هنا 7 لان 7 او ما كنشوفش انا اش، كنشوف 7 او باش تعطيني هنا 7 او، باش نقاد انا اش لان هنا ظهرات هي لي زاتوم ديدروجين، دونك عطولي عندي 14 اش، دونك 7 فوا 2 14، دونك باش كنقادو كنزيدو اش بليس، علاش كنزيدو اش بليس؟ لان عندي ميليو اسيد، الميليو اسيد كيكون فيه لي زيون اش بليس، دونك هنا شحال خصني نزيد من اش بليس؟ خصني حتى هنا نزيد 14 بليس 14 اش بليس. من بعد انا نقاد لي شارج، لي شارج هنا ممكن ندير طريقه من بين الطرق اللي وريتك في ليكزارسيس نيميرو 1، دونك عندنا بالطريق حتى غنزيد هنا بليس ان الكترون، يعني واحد لو نومبر ديالكترون، دونك غنمشي لاول حاجه عندي هنايا موان 2 ندير هنا وسخ عندي موان 2، هنا عندي 14 بليس، دونك عندي بليس 14 لا شارج 14، وعندي هنا بليس ان او يعني ان فوا ناقص واحد، دونك تعطيني موان ان، حيت كنديرو ان الكترون يعني ان او موان، هادشي علاش من جات هذيك موان، دونك اي تيغال شحال عندي من شارج؟ عندي 2 فوا 3 اللي هي 6، دونك من بعد عندي 14 موان 2 راه هي 12، دونك غتولي عندي موان ان اي تيغال ديك موان ديك بليس 12 غتولي 14 موان 2 هي 12، دونك من نحول هنا تولي موان 12، دونك 6 موان 12 و 6 موان 12 راه هي موان 6، موان ان اي تيغال موان 6 يعني ان اي تيغال ا 6، و نكتب هنا تولي موان تولي هنا 6 حيت ان هي هذي اللي كنهضر عليها 6 الكترون موان، اولا دير بطريقه اخرى بلا ما دير حتى هادشي غير تعقل شنو كدير، دونك هنا عندك هنا موان 2 هنا عندك 14 14 موان 2 هي 12، دونك عرفنا بان هنا عندنا 12، نجي لهنا شحال عندي 2 فوا 3 6، دونك هنا عندي 12 هنا عندي 6، اذا خاصو يكونوا مقادين حتى هنا خاصو يكون عندي 6، دونك هنا عندي 12، دونك باش يتقادوا لي خاصني نزيد 6 نزيد موان 6، يعني كتقولي موان 6 حيت باش دير 12 موان 6 اذا خاصك دير هنا 6 الكترون، دونك هذه طريقه. ندوزو للثانيه بالنسبه نبدا بالاكسيدون، دونك هنا غنخلي واحد الفراغ لان ديما كاب ديزالكترون او بيان كان ديزالكترون، دونك عندي هنا اف او دو بليس، دونك باش نقاد انا هنا دونك هنا نزيد هنايا نزيد هنا ان الكترون، دونك يعني ان الكترون باش تولي 3 موانز راه هي 2، هاي عطاتني 2، دونك هادي هي ليكواسيون اللي عندي، ولكن اول حاجه خصني نكون شفت قارنت لي زاتوم من الاولين، دونك عندي اف او هنا ان اتوم هنا عندي ان اتوم حيت هما مقادين عندي. ندوز دابا لا تخوازيام كيسيون، إكخيغ ليكواسيون دو لا رياكسيون دوكسيدو ريديكسيون، دونك حنا غنجمعو كما العادة كنجمعو هاد ليكواسيون مع هاد ليكواسيون، ولكن خصني نرد بال شكون هما لي رياكتيف، شكون لي كيتفاعل، دونك عندي السائق، دونك هاد ليكواسيون نخليها بحال هكا،
ولكن كيتفاعل معاه من مع اف او دو بليس، يعني ان هاد ليكواسيون خصني نقلبها. دونك هادي غتولي هنا، شتي اللي غندير؟ دونك هاد الحاله غنخلي ليكواسيون الاولى بحكا، ولكن الثانيه خصني نقلبها لان انا نجمع لي رياكتيف وحدهم. دونك غندير هنا اف او 3 بليس بليس ان الكترون، ومن بعد نجمع. اذا باش نجمعهم خص يكون عندي نفس لو نومبر ديال لي زالكترون. هنا عندي 6 ولكن هنا 1. دونك راه تعلمنا الطريقه كيفاش. خاص هنا ليكواسيون الاولى خصني نضربها في ا. دونك غنضرب الاولى في ا. علاش غنضربها في ا؟ على حساب هاد ا اللي عندي هنا، نضربها فوا ان. وبالنسبه للثانيه غنضربها في 6 حيت انا عندي 6 باش تقاد ليا طوني هنا فوا 6. اذا باش تولي عندي 6 الكترون هنا ثاني 6 فوا ا هي 6 الكترون باش نختازو بهم. دونك من بعد غتولي هنا ا، يعني غتبقى هادي تولي هنايا سي ار دو او سات دو موا بليس. دونك هادي فوا ان تولي هنا بليس. دونك نبدا نخلي هادي الاخرى، تقدر نبدا ماشي مشكل. دونك هنا عندي هنا 6 فوا اف او دو بليس. دونك ها هي هنايا بليس. دونك هنا عندي ان 1 فوا 14 راه هي 14 بليس. ومن بعد غنجمع تولي هنا ندير هنا ان سول فلاش. دونك هنا عندي 2 سي ار كروم 3 بليس. دونك من بعد غنزيد سيدي هنا تولي 6 فوا اف او 3 بليس. وغنزيد هنايا 1 فوا 7 دونك بليس 7 اش 2 او. ممكن هذه تكتبها هنا وهذه تكتبها هنا ماشي مشكل، هذه تجيبها هنا وهذه تجيبها هنا ماشي مشكل. دونك هذه كيفاش كنكتبوا ليكواسيون بيلون ديال الرياكسيون ما بين هاد ليون دو ديكرومات مع ليون دو فير دو بليس. Maintenant, l'exercice numéro 3, on mélange un volume V1 est égal à 30 ml d'une solution S1 de permanganate de potassium K plus plus MnO4 moins. D'ailleurs, la nomenclature de la solution, comme dans l'ion négatif, le O, c'est l'ion permanganate, c'est l'ion de potassium. Si je peux dire de permanganate de potassium, de concentration C1 est égal à 0,2 mol par litre, et une solution S2 de sulfate de fer 2, au sulfate de fer 2, de volume V2 est égal à 50 ml, et de concentration C2 est égal à 0,4 mol par litre. La première question, écrire les demi équations d'oxydoréduction, yani oxred, sachant que les deux couples intervenants sont, et dans les deux couples, nous avons FE3+, nous avons FE2+, nous avons MnO4- Mn2+, tel que la réaction se fait en milieu acide. Et dans la boîte de les atomes d'hydrogène, c'est Zido H+. Donc, au premier bloc, l'oxydant est FE3+, et donc, on a le réducteur, on a aussi دائما لوكسيدون كارت لي زيلكترون غان دي زيلكترون. دونك عندي ان اتوم دو فير، هنا عندي ان اتوم دو فير. دونك هنا عندي 3 شارج بوزيتيف، هنا عندي 2 شارج بوزيتيف. دونك هنا باش يتقاد ليا باش تولي 2 شارج بوزيتيف خاصني نزيد هنا واحد لا شارج اللي تكون نيجاتيف. اذا كنقادها بالالكترون، دونك غنزيد ان الكترون باش تولي ان موان، يعني باش تعطيني 3 موان 1 راه هي 2. دوزون ليكواس بالنسبه للكوبل الثانيه هي هذه. دونك هذا هو لوكسيدون، وغنحط دابا ريدكتور هو هذا. دونك هذا كيتسمى ايون بيرمانغانات، وهذا كيتسمى ايون مانغانات. دونك كيتسمى ايون مانغانيز. دونك هنا شنو عندي دابا هنا؟ هذا هو لوكسيدون. دونك هنا غيكون عندي دي زيلكترون. دونك اول حاجه غنمشي ام ان، عندي ان اتوم دو ام ان، هنا عندي ان اتوم دو ام ان. بالنسبه للاكسجين عندي هنا 4 اتوم، باش كنقادو الاكسجين كنزيدو اش دوزو. دونك هنا شحال خصني نزيد؟ خصني نزيد 4. دونك عندي 4 اش دوزو، ولكن ظهروا لي اش بليس هنايا. دونك عندي 4 فوا 2 8 اش، دونك 8 اتوم دي هيدروجين. دونك هنا خص باش نقادهم كنزيد اش بليس اللي عندنا ميليو اسيد. دونك خصني نزيد هنا 8 اش بليس. اوكي، من بعد سيدي غنشوف دابا شحال من الكترون خاصني نزيد. دونك هنا ممكن ندير الطريقه مباشرة، هادشي اللي غندير دابا. وممكن دير الطريقة الأخرى بالإيكواسيون ماتيماتيك. دونك عندي هنايا إن سول شارج، دونك عندي ناقص واحد، هنا عندي 8 بليس، يعني ناقص واحد زائد 8 راه هي 7. إذا عندي هنا 7، هنا شحال عندي هنا؟ عندي هنا 2. دونك هنا خصت هنا يولي عندي هنا 2، خص يودي هنا يكون عندي هنا 2 شارج بوزيتيف، صافي؟ دونك أنا 7 شحال خاصني نزيدها باش تولي 2؟ دونك خاصني الالكترون. دونك خاصني نزيدها هنايا، خاصني نزيدها 5، حيت لا درت هنا 5، دونك هنا درت 5 موان، خاصني نزيد هنا 5 شارج نيجاتيف باش تولي عندي 7، حيت ناقص واحد مع 8 قلنا 7، غيبقاو لي 7، و7 نقص منهم 5 غيبقاو عندي هنايا
غيبقاو عندي هنا دو، دونك هادشي علاش باش يبقاو عندي دو، هنا يبقاو عندي دو. أو دير إيكواسيون عادي كما العادة، دير هنا ناقص واحد زائد تمنية، دير هنا ناقص ان، ناقص ان إيكال دو، وتحل الإيكواسيون وتلقى هادي. دونك هادي كامل بحال مثلا ناقص واحد بليس ويت، دونك دير ناقص ان نومبغ ديالكترون إيكال دو، وراه تلقاها كما العادة غتولي ناقص ان إيكال تمنية ناقص واحد راه هي سات، تولي هنايا دو، و سات لحولتها تولي موان سات، دونك تولي موان دو موان سات راه هي موان سانك، دونك موان ان إيكال موان سانك، يعني ان إيكال ا سانك، ودانا هادشي علاش درنا هنا سانك. La deuxième question, on déduit l'équation bilan de la réaction d'oxydoréduction. Donc, on a cherché les réactifs. Donc, on dit un ion permanganate, هذا K plus ion ne participe pas à la réaction. بالنسبة ل SO4 de moins, تا هو ne participe pas à la réaction. Donc, اللي كيشارك في التفاعل هو MnO4 moins مع Fe de plus. يعني أن هاد الأكسيدون غيتفاعل ليا مع من؟ مع هاد لو ريدكتور. دونك هادو هما، دونك غنكتب ليكواسيون الأولى تكون هي هادي بحال هكا، ولكن بالنسبة لهادي خصني نقلبها لأن MnO4 moins كيتفاعل مع Fe de plus. دونك هادشي اللي غنكتب الأولى، والآخرة غنقلبها تولي هنايا Fe3 plus plus بليس ان الكترون، ونجمع كما العاده. اذا هنا خاصني نضرب هنا، عندي هنا 5 هنا عندي 1، دونك هاد ليكواسيون خاصني نضربها في 1 حيت انا عندي هنا 1، والاخرى خاصني نضرب هادي في 5، دونك اللي كاين هنا كنضربو هنا، دونك غتولي هنا فوا 5، وندير الحساب ديالي تولي هنا ام ان حيت فوا 1 دونك غتعطيني ام ان او 4 موان، دونك عندي تويت اش بليس حيت غنضربها في 1، وهنا غندير هنا 5 اف او دو بليس، دونك بليس 5 اف او دو بليس، ومن بعد اسيدي هنا غندير هنا ام ان دو بليس، وهنا غتعطيني 4 اش دوزو حيت فوا 1، وهنا خصني ندير 5 فوا اف او دو بليس، دونك هنا تعطيني 5 فوا اف او دو 3 بليس. وبالنسبه للالكترون غنمشيو تولي هنا 1 فوا 5 هي 5 الكترون، وهنا عندي هنايا 5 فوا 1 الكترون، ونختزل بهم وما يبقاوش عندي. دونك هذه هي ليكواسيون بيلون دو لا رياكسيون دوكسيدوريدكسيون، او بيان لا رياكسيون اونتر ام ان او 4 موان و اف او دو بليس، يعني لا رياكسيون اللي كتكون ما بينات هاد الجوج. Donc, nous avons la troisième question. Construire le tableau d'avancement et déterminer le réactif limitant. Donc, باش نديرو لو طابلو دافونسمون، أول حاجة خاصنا نحسبو لي كونتيتي إنيسيال، دونك دي رياكتيف، دونك لي كونتيتي دو لا ماتيغ إنيسيال دي رياكتيف. حنا عرفنا لي رياكتيف هو إم إن أو 4 موان، وعندنا إف أو دو بليس. دونك انطلاقا من هنا إن راه كتساوي دائما سي فوا في، دونك درنا هنا غتولي سي أن فوا في أن هي هادي، وندير الكالكيل ديالي سي أن هي 0.2 فوا، دونك هادي راه عندي لتر، دونك خصني نحول هادي لتر، دونك هنا خصك دير 30 فوا 10 لا بويسونس موان 3، ولا دير لها جدول وتحسبها. دونك في هاد الحالة تعطينا 6 فوا 10 لا بويسونس موان 3 مول. نفس الطريقة بالنسبة ل اف او دو بليس، الكونتيتي ا ليطا انيسيال، دونك غندير هنا سي 2 فوا في 2، ها سي 2 وها في 2، دونك غتعطيني هنا 0.4 فوا 50، يعني غتعطيني 50 فوا 10 لا بويسونس موان 3، حيت من كتحول المليليتر لتر خصك تضرب 10 اس ناقص 3، دونك غتولي هنايا إيكال 2 فوا 10 لا بويسونس موان 2 مول. ومن بعد غنمشي ندريسي لو طابلو دافونسمون ديالي. دونك هادشي اللي عندي، دونك ديما كما العاده راه كتعرف دير، كدير ايطا انيسيال ايطا ليطا دو سيستيم، عندي ايطا انيسيال ايطا دو ترانسفورماسيون ولا او كور دو ترانسفورماسيون، هنا كدير ايطا فينال كدير لافونسمون، وهنا لي كونتيتي كيكونوا اون ماتيغ. هنا خصني نكتب ليكواسيون، ليكواسيون اللي فيتي انا لقيتها راه كتبتها هنا، اللي درنا ليكواسيون بيلون دو لا رياكسيون. دونك من بعد في الاول كيكون عندي لافونسمون ايكال ا زيرو، دونك كنكتب لي كونتيتي على ليطا انيسيال راه حسبناهم، لقينا اني هي 6 فوا 10 بوسونس موان 3. بالنسبه للاش بليس راه كيكون اون اكسي، يعني كيكون بوفره. بالنسبه للاف راه حسبناه لقينا 2 فوا 10 بوسونس موان 2. بالنسبه للام ان راه زيرو في الاول، مازال ما تكون عندي والو، اذا كتكون زيرو، ولكن هنا عندي كيكون اون اكسي، ما دائما كيكون اون اكسي. وعندي هنايا راه كتكون عندي مازال ما تكون عندي حتى حاجه، يعني من اف او 3 بليس، لان لا رياكسيون مازال ما دارش. هنا عندي ايطا انيسيال، من بعد تكونات عندي واحد اكس، دونك هنا تحولات لي واحد اكس، دونك في هذه الحاله خصني نقصها من هذه تولي 6 فوا 10 موان 3 موان اكس،
دونك هنا عندي اون اكس ديما بوافره، وداخل عندي هنا نقص منها اكس، دونك علاش غندير هنا 5؟ لان عندي الكوفيسون هنا عندي 5، هنا درت هنا ا لان هنا عندي ا. دونك هنا هاد الحالة بالنسبة تكون عندي واحد اكس، دونك عندي هنا ا، دونك عندي هنا ان فوا اكس هي اكس، هنا غيكون اون اكس اي بالنسبة لعندي 5 تولي 5 اكس، و اليطا فينال بلاس اكس غتولي اكس اكس ماكسيما، يعني واحد اكس غتحولي واحد اكس ماكس. دونك فهاد الحالة عندي هنا فقط هنا غنعوض هنا اكس ماكس، راه هادشي كتعرفوا ليه. دونك هنا عندي هنا نفس العادة، هنا غنعوض بلاس اكس عندي هنا 5 5 اكس ماكس، هنا عندي اكس ماكس، هندير هنا اون اكس اي، وهنا عندي 5 اكس ماكس. من بعد نحدد لو رياكتيف ليميتون، باش تحدد لو رياكتيف ليميتون دونك خصني نختار جوج فرضيات. دونك هنا في هذه الحاله غنفترض بان هذا هو لو رياكتيف ليميتون، يعني ان هذه ايتاغال ا زيرو، ولا هذا هو لو رياكتيف ليميتون يعني ان هذه يعني ما بقات لي حتى حاجه، يعني هذه ايتاغال ا زيرو. دونك اون سيبوزون كو هاد ام ان او 4 موا اي لو رياكتيف ليميتون، يعني ان هنا ما بقات هنا تساوي زيرو. دونك في هذه الحاله عطاتيني الوغ كو 6 10 على بويسونس موا 3 موا اكس ماكس ايتاغال ا زيرو. دونك اشنو عطاتيني؟ عطاتيني اكس ماكس دوزها هنا تولي هنا 6 فوا 10 على بويسونس موان 3 مول، غير هادي دوز هنا وتلقى هادي غنسمى اكس ماكس 1، لان ما عرفش واش هو الرياكتيف ليميتون. فهاد الحالة غنفترض بان هذا هو الرياكتيف ليميتون، يعني ان هادي تيكال زيرو. دونك فهاد الحالة يعني ما بقات لي والو منه، دونك هو المتفاعل الموحد. دونك تعطيني دو فوا 10 على بويسونس موان 2 موان 5 اكس ماكس تيكال زيرو، وندير ليكواسيون عادي تولي اكس ماكس 2 تيكال تولي هنا 2 فوا 10 سور 5، دوزنا عادي تولي 5 اكس ماكس دونك سور 5، هادشي كتعرفوا ليه. وندير الحساب ديالي ولقاها 4 فوا 10 على بويسونس موا 3 مول. اذا ممكن دابا نحدد انا لافونسومون، لافونسومون ماكسيما. دونك هنا في هاد الحاله عندي هاد 4 يعني الصغير هو لافونسومون ماكسيما، دونك هادي 4 في 10 اس ناقص 3 مال هادي، راه صغار من 6 في 10 اس ناقص 3. دونك هنا 10 على بويسونس موا 3 مول. اذا في هاد الحاله هذا هو لافونسومون ماكسيما. لكن هذا هو لافونسومون ماكسيما من جاني من اف او دو بليس، يعني ان اف او دو بليس هو لو رياكتيف لو ليميتون. اذا هو من بعد تلقى منه حتى حاجه، فهو اللي وقف لي لا رياكسيون شيميك. دابا دوني لو بيلون دو لا رياكسيون دو سيستيم ا لا فان دو لا رياكسيون، يعني هنا على طاف فينال هي هذه على لا فان دو لا رياكسيون. دونك غنعوض فقط اول حاجه غنبدا بهذا هو الاول، بما ان هذا هو الرياكتيف ليميتون يعني لا كونتي دو ماتيغ على طافينا ايتيغال ا زيرو، ما بقات من حتى حاجه. بويسكو لو رياكتيف ليميتون اي اف او دو بليس، دونك في هذه الحاله الوغ كو لا كونتي دو ماتيغ على طافينا، لان هادو ديما كيكونوا بكونتي دو ماتيغ، دونك ايتيغال ا زيرو مول. دابا ندوز مثلا بالنسبه لاش بليس، اش بليس راه اون اكسي دونك سالينا منه راه بوفره موجود. دونك في هاد الحاله ندوز بالنسبه لاليطا فينال بالنسبه لام ان او 4 موا. دونك فقط انا شنو غندير؟ دونك ايتيغال، دونك هادي هي اليطا فينال غير اكس ماكس غنعوضها بلا فالور ديالها. حنا فايتنا لقينا اكس ماكس هي 4 فوا 10 على بويسونس موان 3، وندير الحساب ديالي ولقاها 2 فوا 10 على بويسونس موان 3 مول. دونك غندوز دابا بالنسبه لام ان دو بليس، هاي تساوي اكس ماكس. دونك في هاد الحاله باينه اليطا فينال راه كتساوي اكس ماكس، واكس ماكس هي شنو هي؟ 4 في 10 ناقص 3، دونك 4 فوا 10 على بويسونس موان 3 مول. ندوزو بالنسبه ل اش 2 او، اش 2 او راه كاين بوافره اون اكس اي. اول حاجه غنبدا بهاد اف او 3 بليس، دونك اليطا فينال كتساوي 5 اكس ماكس، دونك تيكال 5 اكس ماكس ايتيكال، ونعوض اكس ماكس ب 4 فوا 10 على بويسونس موان 3، دونك تولي 5 فوا 4 فوا 10 على بويسونس موان 3 مول. دونك 4 فوا 5 فوا 4 راه هي 20، دونك تولي 2 فوا 10 على بويسونس موان 2، هادشي راه تعطيني 2 فوا 10 على بويسونس موان 2 مول. من بعد اسيدي غنشوف اش 2 او، راه قلت لك قبيله راه كاين اون اكس اي، ولكن كاينين واحد لي زيون اخرين كاينو بارتيسيبا لا رياكسيون. راه قلنا قبيله اون ميلونج لا سوليسيون دي اش دو بيرمانغانات دو بوتاسيوم، يعني كاين عندي كا بليس مع من مع لو سيلفات دو فير دو، يعني كاينين ايون دو سيلفات كاين عندي ايون دو بوتاسيوم، هادوك ما كيتفاعلوش يعني في هاد الحاله. دونك بوغ لي زيون نايون با بارتيسيبي على رياكسيون، دونك عندي ايون دو بوتاسيون. في هاد الحاله لا كونتيتي دو ماتيغ ديالو راه كتساوي لا كونتيتي ليطا انيسيال ديال ام ان او 4 في الاول من استعملناه.
دونك هنا ان ان او 4 موا، تقدر دير ليكواسيون وتبان لك دائما ما كيشاركوش، دونك غتساوي اليطا انيسيال في الحاله الاولى. حنا رفيت نحسبنا هذه ولكن نعاودو نحسبها ماشي مشكل. كنا درنا سي ان، انا بقيت عاقل في الاول، درنا سي ان فوا في ان ايتيغال، وكنا درنا 0.2 في 30 في 10 بوسونس موا 3، حسبنا الفوليوم وكنا حسبنا لقينا 6 فوا 10 بوسونس موا 3 مول. راه تقدر ديرها مباشره وتكتبها هنا لان هذه فيت نحسبناها. دونك نفس الطريقه اس او 4 دو موا كيساوي لا كونتي دو ماتيير اليطا انيسيال ديال اف او دو بليس في الاول من استعملناه. دونك في هذه الحاله تقدر ديرها مباشره ولا تحسبها كانت سي دو فوا في دو، كنا لقينا 0.4 فوا 10 بالنسبه للفوليوم مو 50 10 على بوسونس مو 3. هنا كنزرب لان حيت درناها وكنا لقينا 2 فوا 10 على بوسونس مو 2 مول. اذا هذا بالنسبه للزيون اللي ما كيشاركوش في التفاعل. اذا غنتوقف هنايا من بعد غنكمل معاكم ليكزارسيس نيميرو 4. اذا كنتمنى تكونوا استفدتوا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.